قال أحدهم: الصداقة الحقيقية مثل الصحة السليمة، ونادرا ما نعرف قيمتها إلا حين تفقد. القصة اللي معنا اليوم من السودان، خلاف بين صديقتين كانتا عضوتين في الفرقة الفولكلورية للرقص في السودان، يعني رح نشوف يمكن هلا ما بعرف هلا بنشوف. صاحبة الدعوة هي رجاء محمد، بنرحب فيها. اهلا رجاء. اهلا وسهلا، كيف احوالك؟ تفضلي. كيف الاحوال رجاء؟ الله يخليك. مالك خايفه شيء؟ لا ما فيش خوف. ما فيش خوف. انت ما شاء الله كنت عضوي بالفرقه الرقص الفولكلوري بالسودان. من كم سنه هيدي؟ خمس سنين كده. خمس سنوات. ومش عم ترقصي بقى؟ بعدك بترقصي؟ لا مش برقص يعني، لكن خلاص وقفته. تزوجتي؟ وعندك اولاد؟ لا ما فيش اولاد، ان شاء الله يصير عندك اولاد. رجاء انا بشكرك انك تفضلتي الى استوديو، حبيتي انه تحلي خلاف بينك وبين زميلتك بهذه الفرقه اللي اسمها اروى. نعم. وصداقه عمر كان بين بعضكم. الخلاف يعني هو غيري بين اولاد المصلحه، اثنين كانوا بيشتغلوا بهالفرقه الفولكلوريه. أروى كانت مرشحة أنه تروح على القاهرة ثم إلى باريس حتى تمثل الفرقة وحتى ترقص الرقص الفولكلوري الشعبي السوداني. رجاء ما يعني ما كان عاجبها هالشي، كانت حابة هي تروح، لذلك الخلاف بدأ لما رجاء أخفت لها جواز السفر تبعها لأروى، وحالت دون ذهاب أروى إلى الخارج، رجعت راحت رجاء مكانها، وصار في خلاف. أروى اجت على القاهرة وعايشة بالقاهرة، ولكن بعد خمس سنوات من القطيعة جاءت رجاء لحتى تحاول تصالح صديقتها. نعم. كتير بتعز عليكي أروى؟ كتير والله. كتير؟ كتير. ومشتقتي لها أنت؟ كتير والله. حاولتي تتصلي فيها بهالوقت؟ رفضت. أذيتيها أنت؟ أذيتيها. اضطرت يمكن تترك البلد بسبب هالموضوع؟ هذا الموضوع يعني. نعم. نعم. وانت تعباني بهالقصة؟ تعبان ضميري. والله. انا بحتذر جدا من اروى ومستعده لكل حاجه هي عايزاه. نعم. وكل يعني كل اللي تطلبه ما عندي بس مشكله. ليش انت عملتي معها هالشيء؟ ليه يعني اخفيتي لها جواز سفرها ومنعتيها تروح؟ غيري، حسد؟ والله في حد قال لي انت اولى بالسفريه دي. نعم. فانت هي ما احسن منك، فاضطريت اعمل كده. وعملت حاجات كثيره يعني، صرفت انه اقول هي بتاخد منشطات، وعندنا اللي بياخد منشطات ما بكون في الفرقه. اتهمتيها؟ اتهمتها. ايوه اكثر من قصه اخفاء الجواز. ايوه. فرئيس الفرقه فعلى كده على كلامي، فقام منعها هي وسافرت انا. وانا هسي بحتذر جدا من اروى، وبرجو يعني من البرنامج. اروى لما سمعت عن لسانك هالكلام انك بتتهميها انه تتعاطى المخدرات ومش عارف ايه، شو قالت؟ زعلت. واجهتك؟ لا ما واجهتني، لكن زعلت خالص، وعرفت انها هي تركت البلد عشان انا. تركت البلد عشان هالموضوع؟ عشان الموضوع. ولأنها بقت سمعتها ما حلوة، وأنا بحتذر جدا ومكلفة بكل الرحلة. شو بتعتقدي بيكون رد فعلها؟ ما عارفة. ما بتعرفي؟ ما أقدر. وعارفة شيء عن وضعها إذا تزوجت هنا في مصر ولا ما تزوجت ولا شو صار فيها؟ لا ما أعرف. ما عندك فكرة؟ ما عندي فكرة. على كل حال وجهت لها أنا الدعوة لأروى. بنشوف تسلمت الدعوة، خلينا نشوف. اهلا استاذ جورج، مشوارنا النهارده حيكون في منطقه المهندسين عشان نسلم دعوه حضور للاستاذ اروى يونس. ساعة
خير؟ مرحبا. حضرتك الأستاذ زهر ويونس؟ نعم. أنا حضرتك 29 سنة مظبوط؟ أيوه. حضرتك بتشتغلي فنانة سارة ضيا؟ أستاذ زهر أنا مودي من برنامج الأستاذ جورج القباحي. والأستاذ جورج بيقدم لحضرتك دعوة عشان تكوني موجودة معانا في البرنامج بتاعه. لو حضرتك قبلتي الدعوة هتكوني موجودة معانا إن شاء الله في الاستوديو وهتشرفينا طبعاً وتقابلي الأستاذ جورج. لو حضرتك رفضتي الدعوة ده شيء يرجع لحضرتك. هعمل الدعوة. أستاذ جورج الأستاذة أروى قبلت دعوتك وإحنا في انتظارها إن شاء الله. شكرا مع السلامة. الحالة اللي معنا يمكن سمعتوها قبل الفاصل، معنا رجاء. رجاء اجت من السودان حتى تصالح زميلتها ورفيقة عمرها صديقتها أروى، كانوا اثنينهم عضوتين في فرقة الفولكلور الشعبي بالسودان وصار في خلافات بين بعضهم. رجاء طلعت أخبار على أروى، أساءت لها بسمعتها، اتهمتها أنه بتتعاطى المخدرات حتى تمنعها من السفر إلى مصر ثم إلى باريس لتمثل حتى تمثل الفرقة. اليوم جاي بعد 5 سنوات من قطيعة جاي تعتذر منها وتحاول ترجعها صديقة لها. هل يا ترى أروى رح تقبل؟ بدنا نشوف أروى موجودة بالخارج من ناديها حتى تفضل. تفضل يا أروى. أهلا بأروى. كيف حالك؟ كيف أحوالك؟ تفضلي. كيف أمورك؟ طمنيني عنك. الحمد لله. شو الأخبار؟ خير الحمد لله. كيف حياتك هون في مصر؟ قالوا لي تركتي السودان وجيتي على مصر وعايشة في مصر. آه. بقالك زمان؟ زمان. تزوجتي؟ تزوجت وانفصلت. وانفصلتي؟ عندك أولاد؟ عندي ولد واحد. قديش عمره؟ 9 سنين. 9 سنين. ما شاء الله. يعني لما كنتي بالفرقة الفولكلورية ترقصي كان عندك ولد؟ لسه يعني. كان شوية. كان عندك ولد؟ كنتي متزوجة يعني وكان عندك ولد؟ كنت متزوجة وعندي ولد. وبعدك بترقصي شيء ولا خلص؟ والله لي 5 سنين يعني وقفت الشغل. وقفتي؟ شو السبب؟ والله السبب السبب صعب يعني؟ صعب خلص. نحن يعني أنا وسيط الخير، يعني أنا دعوتك ولكن دعوتك نيابة عن شخص آخر، هو حب يدعيكي إلى استوديو. ممكن تفكري بمين دعاكي مثلا؟ مش عارف. في عندك حدا بذهنك؟ لا. حدا بيعزك، بحبك، مشتاق لك، بده يدعيكي، يشوفك، بتفكري بحدا مثلا؟ لا مش فكرة ولا حاجة. ما في أسماء؟ ما في أسماء. بتحبي تعرفي مين دعاكي؟ آه. يا ريت تطلعي بهالشاشة. طلعي. البرنامج دي ايه يعني؟ ده البرنامج أروى، البرنامج اسمه المسامح كريم. انت مش عارفة اني جاية على المسامح كريم؟ لا. طيب هذا اسمه المسامح كريم. الست دي بتعرفيها؟ هي بتقول انها صديقتك، انت بتعرفيها؟ بعرفها. شو اسمها؟ اسمها رجاء. رجاء قديش الك ما شفتيها؟ 5 سنين. 5 سنين. فكرتي فيها بالخمس سنين؟ ممكن اعرف هي جايه ليه؟ هقول لك ليش. هي بعثت لك مكتوب أروى. بعثت لك معي مكتوب بتقول لك فيه، اسمعي. صديقتي الغالية أروى، أعرف أنك مجروحة مني، وأعرف أن جرحك كبير جدا، لكن أظنك لا تعرفين أني أيضا أعاني بسبب ما فعلته بك والذي لم أنساه أبدا. أروى، كان لك فضل كبير علي، وكنت أكثر من ساندني، وفي المقابل كنت أنا سببا في إبعادك عن كل من تحبين وعن كل من كنت تملكين. فقدت الكثير بسببي، وفي بعدك اكتشفت أني فقدت صديقة حقيقية، وفقدت أيضا احترامي لنفسي لأني خنت عشرتك
وهددت مستقبلك، ولكن كل ما راح يمكن تعويضه، وأنا أعدك أن أحاول إصلاح ما أفسدته وأن أقف بجوارك وأساعدك في رد اعتبارك. ولهذا أتيت إلى هنا لأعترف أمام الملايين بغلطتي في حقك، ولأعتذر عن أخطائي، وأطلب منك السماح والمسامح كريم. صديقتك النادمة النادمة المخلصة رجاء. نادمة سمح عليه مسامحين عليه يا رجاء. أروى طلعي فيني حبيبتي وقلي لي شيء. أنت شو عانيتي؟ قلي لي شو عملت فيكي؟ بس شرحي لي بوضوح حتى أفهم. أساساً أنا راقصة استعراضية، أوكي؟ نعم. يعني مسؤولة عن الفرقة يعني. علي صوتك شوي. يعني مسؤولة عن الفرقة، أوكي؟ يعني طلعت إشاعات، كانت جاتنا سفرية لفرنسا، أوكي؟ نعم. طلعت إشاعات عني قالت أنا يعني بتعاطى مخدرات. نعم. أوكي؟ نعم. وأخفت زواج سفرك. حتى منعتك من السفر. وبعدين سافرت هي. ده كله كان عن حسد مش هيك؟ حسد. طيب وهذا صار عمره 5 سنوات. 5 سنين. 5 سنين. وهذه الست اجت هلا تزوجت هي، ما عندهاش اولاد بعد، اجت على القاهرة خصيصا بعد ال5 سنوات لأنه شافت البرنامج وقال إنه من خلال هالبرنامج بدها ترجعك صديقتها إذا أنت قبلتي. بقى يا ريت أروى، يا ريت أنت بنت طيبة، يا ريت تسمعيها خليها تحكي. أنا عن شايفة هي خلت إيه صديقة، بقيت ما قد أثق في يمي. أنا أثرت معي في حاجة أنا. أنت عشان إيش؟ ما سمعت. عشان إيه؟ عشان هي دلوقتي مش معي، مش عندي أي صديقة. بقيت ما قد أثق في صديقة. ما عدتي توثقي ولا صديقة. طيب هل ممكن هل إذا رجعت العلاقة ترجعي ترممي هالشعور بالصداقة؟ مش عايزة. مش ممكنة؟ مش عايزة يا صديقي. أنت خلص طويتي الصفحة. خلينا نسمعها. يا رجاء عندك فرصة اليوم إنك تحكي، وموجودة هالست الطيبة، فيكي تحكي لها تقولي لها ليش جيتي لهون؟ تفضلي. أنا جيت عشان أحتذر منها علي صوتك. جيت عشان أحتذر منها وتسامحني، وأي حاجة هي تطلبها أنا حاضر ومستعدة يعني أسامحها، وسامحنا على كل حاجة، وأنا بحتذر جدا، وكل تكلفة الرحلة اللي أنا منحتها منها ممكن أعملها، ويعني بطلب منها إن هي تسامحني يعني. يعني شو إذا طلبت منك مثل شو يعني؟ أي حاجة تطلبها أنا ما عندي مشكلة، ما عندي مانع في أي حاجة تطلبها. بتقدر ترجع لي شرفي؟ معلش. كرامتي؟ آسف. يعني أنت عملتني سمعة في السودان، عملتني سمعة في أي حتة، أنت عارف الكلام ده؟ مستعد أمشي السودان وأحتذر كل قدام السودانيين كلهم؟ انه انا غلطت. اصلا اعتذرتي هلا قدام السودانيين كلهم لانه البرنامج كمان بيشاهدوه اهل السودان، وكلهم شافوه وشافوا اعتذارها، راح يشوفوا اعتذارها. مش عايزه. عرفتي كيف اروى؟ هلا هي جاءت الى الاستوديو هون حتى تقف امام الملايين وتعتذر لك. بقى تعتذر يعني علي، يعني تعتذر علي ايه؟ على كل اللي عملته وكل الاساءه اللي عملت لك اياها. لو كنت انت في مكاني جاك الموقف ده، اوكي؟ لو كنت في مكاني كنت حتعمل الحاجه دي برضه؟ والله الاساءه دي شوفي، لو كنت انت في مكاني هيدي ما في ليكي، ما حدا بيقدر يكون مكان حدا، هيدي عاطفتك وشعورك. يعني انا ما فيني قرر عنك، ما فيني اجبرك لحتى تسامحيها اذا انت ما عندك استعداد. اذا انت مش حابه تساعديها تسامحيها، ما فيني انا الزمك بذلك ولا اضغط عليكي. بس أنا سعيد أنك أنت موجودة معنا، وأنت ست لطيفة وست أمورة وقلبك طيب واضح. أذيتك صحيح، هلأ المسامحة هيدي كل إنسان هو واستعداده هو وطبعه هو وثقافته هو وإيمانه
هو بدينه. بقى انت بتقرري اللي انت عايزتي. جاءت من الخرطوم، جاءت من السودان خصوصي حتى تعتذر منك وحتى تطلب منك السماح. هل انت مستعدة تسامحيها؟ هذا السؤال. اذا سامحتيها تكسبين اجر عند الله وبترجع ترجعي الصداقة بينك وبينها. ما سامحتيها ما حدا بيلومك ابدا، انت لا تلامين ابدا، لانه الاذى حصل، تغيرت حياتك، وان شاء الله تكوني هون بمصر افضل. ما بعرف يمكن تغيرت الى الافضل ولا لا اروى؟ انا خايفه تاني تجي تاذيني. نعم انا خايفه هي ارجع لها تاذيني تاني. لا 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 لا، خلص هي جايه صاغره نادمه ومقررة انه لا مش حتأذيكي، رح تأذيها مرة تانية يا رجاء. لا احكي يا رجاء، باردة كتير انت، احكي. لا مش حأذيها والله، يعني بحتذر منها جدا يعني. يعني اللي بده يعتذر بده يكون شوي حار أكتر، وإلا يعني شو جاي واقفة عاملة هيك؟ شو أنا آسفة يا أروى، آسفة 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 والله على كل حاجة طلعت مني، أنا متأسفة جدا وبحتذر جدا، ولكن الوعود بحطها طردي وكل حاجة تطلبيها. وأنا في السودان بحتذر، في مصر بحتذر، في كل دولة أنا بحتذر. أنت عارفة يا رجاء، هقول لك على حاجة. أنا خمس سنين يا رجاء، الناس دي كلها عايز ترجعوني لك أنت، فاهمة كلامي؟ يعني أنا المدير الفرقائي الزول بيسألني يقول لي أنت رجعت يا رجاء؟ أقول لا لا، بس أنا حاعمل حاجة واحدة بس، بس عشان خاطر جورجي بس. اللي هي شنو؟ عشان خاطر الاستاذ جورجي بس. انا حصالحك. الله يخليك، تسلمي. حصالحك بس. الله يخليك، تسلمي ان شاء الله يا رب. تسلمي يا رب. اروى انا بشكرك بس مش علشان خاطري بليز. لا والله عشان خاطرك، عشان انت واحد انسان طيب. اوكي؟ والله انت يعني مثال الطيبة اذا عم تفكري هيك. وانت كبيري، واذا سمحتيها بتكبري وبترجعوا هالعاطفة اللي كانت موجودة. يعني مسامحتيها؟ سبحة مسامح كريم، سامح كريم، مسامح كريم. يلا أروى، تعالي أروى هنا، تعالوا لشوف. والله بناء على طلب الجمهور وبمناسبة هالصلح بدنا نطلب منكم رقصة فولكلورية هلا، إيه رأيكم؟ بس ماني شايف معكم ترقصوا. الرقصة عايزة تحية وعايزة سوداني وعايزة وعايزة تكون خاسة شوي كمان. أيوة شفنا تخين قوي. أروى أنا بشكرك حبيبتي. تسلم. وأنا عارف إنك أنت كريمة وقلبك كبير، وهيدي الست يعني شوفي ليش بيقولوا المسامح كريم؟ لأنه لما بيكون الإنسان نادم ونادم حقا على فعلته بقى بيستحق إنه واحد يسامح. أشكرك أنا. تسلم. خلاص بطلعي فيها بقى. الله يخليك، تسلم إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا. يلا اطلعوا سوا هلا. الله يخليك. شكرا شكرا يا رجاء. الله معك. أشكرك على سيادتك. تفضل. بشكركم وإلى قصة جديدة مع المسامح كريم.